هذا يقول أنه كان في السنوات الماضية يخرج الزكاة إلى جدته، يظهر لي يقول جدته، إلى جدتي، يقول ما يجزي هذا، الزكاة ما تجوز من الولد لوالده أو جده، ولا تجوز من الوالد لولده أو ولد ولده، ما تجوز لا للأصول ولا للفروع. هؤلاء تجب نفقتهم عليك، إذا كانوا محتاجين تجب نفقتهم عليك، فلا تجعل الزكاة واقية لمالك، يجب عليك تنفق على والدك وجدك إذا كان محتاجا وليس له نفقة، يجب عليك تنفق على أولادك إذا كانوا محتاجين وليس لهم نفقة، تنفق عليهم من مالك ولا تنفق عليهم من الزكاة. نعم، فعليك أيها السائل أنك تخرج بدل الزكاة التي كنت تعطيها لجدتك، تعطيها للفقراء والمساكين. نعم.